السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. نفت المدير العام للأمن الوطني بشكل قاطع صحة التعليقات والتدوين التضليلية التي رافقت بعض الصور والأشرطة المصورة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي توثق لأشخاص مغمى عليهم في الشارع العام، مؤكدة بأن ربط تلك الصور والأشرطة بضحايا مفترضين لوباء كورونا المستجد هو خبر زائف يهدف للمساس بأمن وسلامة المواطنين. مؤكدة بأن ربط تلك الصور والأشرطة بضحايا مفترضين لوباء كورونا المستجد هو خبر زائف يهدف للمساس بأمن وسلامة المواطنين. وذكر بلاغ للمدير العام للأمن الوطني أنه تنويرا للرأي العام وتبديدا للمخاوف التي قد يتسبب فيها نشر تلك الصور والأشرطة، تؤكد المدير العام للأمن الوطني أن الخبرة التقنية والأبحاث الميدانية المنجزة أوضحت أن الشخص الذي ظهر في شريط فيديو مغمى عليه بالشارع العام قرب دكان للبقالة هو ضحية لنوبة صرع تم تسجيلها بمدينة تطوان يوم الاثنين 16 مارس الجاري، بينما السيدة التي تظهر وهي مغمى عليها بالقرب من محطة المحروقات فقد كانت ضحية أزمة ربو وتلقت بشأنها الإسعافات الضرورية بالمستشفى بمدينة تطوان. وأضاف البلاغ أنه بخصوص الصور التي يظهر فيها شخص مغمى عليه فوق الرصيف وشخص ثاني يظهر في وضع صحي حرج بسلم أحد المنازل، فقد أكدت الخبرات المنجزة أنها صور توثق لحالة مرضية مسجلة خارج المغرب ولا علاقة لها نهائيا بمواطنة ومواطنين مغاربة. وبخصوص الشريط الذي يظهر فيه شخص يفتعل السعال بالشارع العام بمدينة طنجة وشخص آخر مستلقي على الأرض بمدينة الدار البيضاء، فقد أكدت الأبحاث والتحريات المنجزة أن مصالح الأمن الوطني لم تسجل أي إشعار أو إبلاغ عن حالة مرضية بالأمكنة المذكورة، كما أن التنسيق مع مصالح الوقاية المدنية والمصالح الطبية المختصة أكد عدم تسجيل أي تدخل طبي بعين المكان لإسعاف أشخاص مصابين بأي مرض كيفما كان نوعه. وخلصت المديرية العام للأمن الوطني إلا أنها تكشف عن طبيعة الصور والأشرطة المذكورة، فإنها تؤكد في المقابل بأن المصالح اللامركزة للشرطة القضائية قامت بإشعار النيابة العامة المختصة ترابيا وفتحت أبحاثا تمهيدية من أجل تشخيص هويات وتوقيف كل من تبوت تورط في فبركة أشرطة غير حقيقية للتظاهر بمرض كورونا المستجد أو نشر وتقاسم تلك الأشرطة المفبركة بغرض المساس بأمن المواطنات والمواطنين. نشكركم على حسن المتابعة.